بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا. معركة الحرب، يوم الحرب الاخير، يوم الحرب يعني. كيف بنشوف؟ كأني شفت عمر متصل. عبد الله احمد رسلان، هذا والله والله صار نكبان، والله من جد من جد من جد نكبة. عبد الله ما شاء الله عليك، اوكي. بنشوف الان مباراة مالك كذا على السريع. يا ساتر، خصم مزعج، خصم مزعج من جد من جد من جد من جد. اكره الاشكال اللي زي كذا، اكره الاشكال اللي زي كذا. علاجهم 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 ما هو كرة النار، علاجهم اسهم، علاجهم بالذات. شوف كيف، شوف كيف يضطر يلعب السياف عشان يقتل الأميرة. يا ساتر يا ساتر، بس يا ساتر بس. هذه مباراة تفريق أهمية الأسهم، من جد أهمية الأسهم. اوكي، اثنين كهرب، مرة قلق. كويس اني طورت ليفل 12. بالنسبة لسباركي، لا لا لا، على الليفل هذا ما اتوقع. كذا ممكن نخرب امها، ولو انه كرة نار ما لها داعي. لدام اخترت سم، وين الهجوم؟ كان في ركبة كبش، ايوه. بالنسبة للفرن، أول مدفع، هنا الواحد لازم يقرر ويختار. مالك قاعد ياكل جلد، قاعد ياكل جلد، من جد قاعد ياكل جلد بشكل غير طبيعي. ايش السالفة؟ ايش اللي صار؟ الله اعلم، الله اعلم.
بسم الله بسم الله بسم الله. الواحد خلاص مركزين ضد حمدي. يا ساتر، خصم ذهبي، الله يعين. الله يعين. بس أوكي كبداية ليست سيئة. يلعن أمهم يا شيخ، يلعن أمهم، نقدر نقول يلعن أمكم، يلعن أمكم يا شيخ. ساحرة، تنين نار، هو الخوف من الساحرة مع، أيوة هذا الخوف، الساحرة مع البيكا مرة مخيف. يلعن شكله، يا ساتر يا ساتر يا ساتر على الخصوم، يا ساتر على الأشكال، يا لطيف يا لطيف.
كيف يا لطيف يا لطيف، هذه تشكيلته الأساسية تقريبا يا الكلب. يا الكلب جايبين جايبين لي واحد قاعد يلعب تشكيلته الأساسية. إلى اللقاء، أتمنى تكونوا استمتعتم. والله توتر توتر توتر، ما توقعت إنه بتكون هالصعوبة. أنا بالبداية قلت عادي بتكون مباراة أي كلام، ما يحتاج نسجل، لكن الحمد لله أنا سجلت. شوف كم معها الحرب هذا، 185، قوي، ما هو ضعيف، ما هو ضعيف فعلا فعلا. تشكيلته مرة مرة شيء خيال، رهيبة جدا اللي يلعب. بس مشكلته كانت الهجوم، تورط، لكن مرة رعب مرة رعب. إلى اللقاء، السلام عليكم.